ولا شي ما كنتو درنا في ضيف اللي تجرى شي ماشي مرض ميمرو صبو شي راه صرت بالديار تاع صبو شي راه تو مغربي باش تو شو ميتش لا يدير بروفوكاري لا خويا فوسكم يعني كيب ولا لا اوكي 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 راح افوت بطلع من السياره اوكي اوكي عمر تعال تخريب داخل بطارة أبو داخل شم بطارة أبو شو سم بطارة أبو سم سنتيب سم مبرك ونالب واتي أتونجا ديفين شو شي تريبوي سفاق تنتي اللي بقاري لي ميريت شي تريبو سلفاق بور أكت مليون أتونج ومنتان أنا نو سبويت تباري راجم شبان تجيج دايت ماكسيم أنا شبان راجم شبان Păi da, mai are zilul, dar nu se trimite și pe o mașină cu părdele, o mașină cea mai ieftină posibilă și să-mi fac provocări în ea, știi? Asma. Ia, ce face la? Mă, le-a vrea și tu în hăverie, mai că sunt una, să cam în hăver hon. Bă, lăsat, gă. Mă, 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 بديت حمد حمد بدي منك قفاز لو انك رميت الله حمد يا متى تنفذ له اسمع صالح صالح في شرطي في شرط صالح في شرطة هاي من قدامي انا خايف اخمس ويطلبوني انا عارف من يطرد عارف له انا عارفه ايش انا عارف معه الشرطي هذا انا عارفه انا راح اروح اوكي روح روح صالح روح يلا باي 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 جيبي روبرت والله روبرت يا جماعه بسكر الجست اي جست يعني فهمتوا علي عشان هيك يعني حاسة في اشي متغير فيي هيك مش عارفة وين شريهان اصلا هي ما شفتها اليوم انا يعني مرة شفتها وينها وين شريهان مال انفي لا مش اشي متغير بشكلي انا شكلي لا نفسه شو انا ماله انفي انفي ما بحط عليه اشي كون زمان احط عليه فلتر بس بعدين اي ديسايد انه انا مش احط فلتر ابدا عليه من يوم طالع اي سالي شوفي شو طالبتيني على رايهم شوفي مالك زعلانة مش زعلانة مبلا زعلانة مين زعلك مش زعلانة زعلانة عيونك بقولوا زعلانة لا مين زعلك مش زعلانة مالك قولي والله وحياة الله مش زعلانة شباب زعلاني؟ جماعة حدا مزعلها؟ لا لسه بيجي بفسدولي بس تكبيسكم يا عمري تكبيس حبايبي بحكي لك بعدين انا اوكي اسمع في واحدة طلعت معه يعني شو بدي احكي لك يعني كيف لما يطلع معك واحد من العشوائي من غبائي بتجرب بدي اطلع عشوائي شفت فيش حدا عم طلع طعم علي ونزل مين اللي طعم عليكي انت خلص انت بتحبش افتح بس انا بحبش اسمع هذا الكلام عرفتي عشان هيك نكدت طب ابي والله لو جبت بابا بعره اقسم بالله بعره هذا امه اصلا مبعوره خلقه يعني ما فيش حاجه انك تبعري هو مبعور خلقه اللي حكى معك هيك شباب تكبيس 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 وانت ما كنتيش حالك يا زلمه اقسم بالله في ناس من كميه الزبال اللي فيه شباب
شريت 13 ورد 13 ورد قايت ورد ورد. تزعليش انت، دول ناس ما بتفهم ما بتفهم. ولك عادي 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 يعني زيه زي كومنت مش هالاشي فارق فاهمة، بس خلص هيك يعني نكدت بس سمعتها. شو ناصر هاتر شوفوا ايش خذيك خذيك انت عارك ربع ورد 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 شو اعترف لمين شوفي بك مش خص ناصر مش ناصر ولك واحد تاني اعترف لك من اللي اعترف لك من اللي اعترف لك من اللي شوفي استنى شوي شو اعتراف اعتراف ايش يا اختي ناصر ايش جايز ورد جايز كمان ورد ثاني جايز ورد كفو اصدقائنا كفو ناصر ناصر قال لك بده يخطبك ولا تقرأ ايش الكومنتات مالك هبل ناصر صديق بس مش اكتر انا ويا اصدقاء يعني يعني أصدقاء بس لا بكل شيء عزة جبت العيد أنت أول مرة حدا بيجيب العيد معك والله والله أنا فكرت جد الكومنتات أفنان شكرا شهد شكرا ربع الكومنتات خلص يا حبايبي خلص تقعدوش تتهبلوا أنتو تقرأ إيش تقرأ إيش الغربي خلص أنت خليك غريب العياد في الجملة اليوم لمين جاب لك العيد غيري؟ كل اليوم اللايف كله اليوم كل اللايف اعياد حرفيا فهمتي؟ وانا اليوم يعني اول مره احس اني مش قادره امسك لساني. شرهان حابه اعترف لك ابو تيم مش وقت الاعتراف يا زلمه ماكل كونغر ما جايز تريبل على الصدام شرهان عندك ثلاث فتح عندك تريبل ما خلصش التريبل؟ لسه ما خلص والله يا سالي حابه اقول لك شغله من منبري هذا الصدام بس اسمعي اسمعي اذا 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 غلبتك محترم صالح اذا غلبتك بتحكي لي شو في المشكله اي مشكله بقولك ما انا حكيت لك قلت لك واحد طلع وطاعه ونزل من هو نسيكي خلص يا متلحنا خلاص ليه بقول لك الزابه كيف يعني كذابة هبل انتي وانا بحكي هيك على اللايف غبية طب مين هذا الطعام فيكي ولك ما خلص خلص بعدين بقول لك قلت لك بعدين شباب بالله عليكم مين هو يعني واحد معروف ولا واحد من العشوائي عشوائي عشوائي طب هاتي معروف انا بحكي اسمه هاتي اسمه تخافين انت بتخافي علي فكرت اني سكتت له ما سكتلوش بس خلص بتعرفي ما بعد الردع هدوء طب شو ردحتي له؟ ما عيد اتبند واحد زين خلص سكت وعيطت هلا هو ترى مش عشوائي بس انا صراحه يعني بشوفه من قد ما هو ما عنده مستوى عشوائي عرفتي؟ مين هو طيب؟ واحد اسمه نونو لا مين؟ تقرأ ايش الكومنتات؟ لا قلت لك اليوم قد ما قرأت الاصفر مين 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 اشقر الاصفر احمد ايش حكالك؟ انسي بس تحكي قاعد على موضوع موضوع ما بحب ينفتح اللايف شو الموضوع؟ هاي جيبي اسألي جيبي وين احمد جيبوا لي الصوص لساته فاتح ولا سكر هو وينه طب جيبوا لي الصوص شو حكى بالضبط عشان افهم طب تجيبيه عشان هو يحكي لك شو حكى انا شلت عنه الفيلم عشان مبين عندي جاب لي بالصوص في مباراه وينه؟ في مباراة مبين عندك؟ اه بجولي جايز اطلبوه اطلبوه روحوا روحوا عند الصوص قولوا له شريان طالبتك جولي كان يضل لها الجولة إيه نايف بخليك نايف على المزبوط اسا
طيب استني بلدش بديش دايلة للجولة، استني شوي. طيب بلش حدا خلي يكون معنا لحاله. اه نور ان شاء الله يا رب بتولع عشان تريح منكم قد ما بتنككم. ايش اسمه احمد؟ قاهر. جرب جيبه جيبه بس. وردة 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 وردة. جيب انا. قول لك بس اخلص الجولة تمام. طيب شو بحكي؟ قال بحكي كيف انا وانا معكم قاعد بحكي. شو كيف انا وانا معكم؟ يعني قصده انه كيف هو يسب علي. انه هو يسب اسمي، هو الصوص قد ما هو محترم بسبش فاهمة؟ بس ممكن ان يكون تكل دمه شوي. بس شو حدا بالضبط؟ لا 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 زودها شدان، اول مرة بكون هيك صراحة صدمني وحيت الله جد صدمني. طب شو حكى؟ خليه يجي وبعدين بحكي لك هو. أبو المشاكل عرس يا زلمة. هيا 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 ضل دقيقة للجولة. كلها مطولة اسمعي خاف نتكلم من خلف. ايش رد في الجولة؟ شكلها مطولة الجولة لسه. مش عاش بطلع على طيب طيب ماشي يلا هلا بس انزل بحكي بداش ولك بداش يجي خلاص انت انت انا عارفه ما رح يجي. طب دل دقيقه اصبر وين هو هذا الصوص؟ كيف سكر الزفت على راسه؟ خلص انا حكيت لك انه ما رح يجي. هاي بحكي بس تخلص. يعني كيف صار الاشي بيناتكم؟ يعني ما فهمتش انا. تعرف فقرة الاسئلة تاعته؟ طيب شو سأل؟ تعرف ايش سأل؟ تعرف عن ايش سأل؟ انسي خلص انت فاهمة ايش قصدي بدون ما احكي على اللايف. كدلا للو كدلا للو مين كيرالو؟ هيا خلص هيا اجا. ها؟ مرحبا. مش فاهم انا فايت عزا ولا مش فاهم مالكم؟ ثواني شوي يا زلمة. ما تقل دمك شريهان، صاير تقل الدم ترى مبطل اتقبلك بالمرة، كنت اتقبلك 1%. هيا 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 اجا شريهان اجا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو الوضع؟ الحمد لله كيف حالكم؟ تمام. شو في بينك وبين سالي؟ شو في؟ شو حكي لها؟ شو حكي لها؟ فتح ولا طوش احنا شو في يا الله بسم الله. مش انت قبل شو كنت تلعب معها؟ احمد خلص انسى الموضوع. عادي عادي. اتكتلت انا وياها انا وسالي. مو هيك البنات بحلم منه هذا هرمونات. شو في؟ شو شو في بسألك شو في؟ خلص انسى انسى. شو يصفر؟ شو عامل؟ استنى شوي كمان انسى؟ الله يصفرك ان شاء الله. ثواني شوي شو عامل؟ ايش في؟ شو سألها شو حاكي؟ سألي شو في تفضلي. يا
مش ماكي يجي ما هي تفضل يسالي. لا تضحكي انت لا تضحكي وانا ما بضحك بس خلص ما بدي اعيط عرفتي خلص انا عرفت من التيك توك ولي هاي الناس خلص شوف حط اغاني حزينه ايه الاصفر اغاني حزينه اه والله يا اصفر انت اصفر طلعت قلبك وجهك كلك اصفر وربي صفرك بزياده ما يا عمي شو جاي تكتليني بدي احكي معك شو بدي شو اللي شو انت محامي الدفاع والله اسمع وحياه امي ما بعرف احكي متي بلا لا ما بعرف كل واحد عامل لي محامي الدفاع عند لسان تجاوب طيب عند لسان تجاوب خلص بدي يلا قال انت الدفاع انا بحكي مع متي البنادمين الدفاع عامل كل واحد بيدافع لي خذي ميوت يتعير زمانك عندي نكلي ما بعرف احكي مع البنادمين علقتي فاهم شو يا احمد شو عامل احمد ايش فلسفه بجد كل واحد عملت بيها علكت يعني انا كله بس عندي خرب الليترفك يا زلمه مين مفكر حالك شايفها انت ولا هي معلقه احمد احمد نعم زمت في ما انا نزلت خافات ايش في ايش في شو حاكي يا زلمه شو بدك انت الثاني كنت محمد دفاع صاحبي احكي شوي شوي واحكي منيح يعني عشان ما حكيتش شيء معك فاهم هذا الموجود شو يصفه شو الموجود احكي زي العالم والناس انت الثاني شو احكي زي العالم والناس مش فاهم انا اللي ينال ما بديش احكي زي العالم والناس انت دبهدي لك نصيحت عليك هسه بتعيط عم خذ ميوت ولا اصفار وحياة امي بخربط وجهك تخربط ضمك يا زلمه مالو يا اخوان كيف لك انت مالو جاي دعيت مالو جاي كل واحد تحكي مع دعيه شو حساسين كلكم عندكم احساس وهذيك ليش عملك شيء ثانيا يا اخوان مش اي واحد بيطلع بيحكي اي كلمه طلع هلا بحط اسمع احمد عصب حبيبي احمد صديقي ركز معي تطلع هون في شيء اسمه احترام تمام بشكل عام انا ما بعرف شو القصه ولا بعرف اي شيء بس انت اسلوبك غلط خلص انسى الموضوع انا رح اطلع يلا باي وين شريهان قايل لي كنت وين ندد وين شريهان وين شريهان وينها كل احمد مكمل انت فاهمين هلا كنا في اشي طب هم شو صار فيهم دخلوا جوله ولا شو هدول سلام يعني فيش انا مستحيل اغلط يعني دغلط عليك ليش دغلط لا يا جماعه ملك شريهان ولعت عندها جيبوها اسمع انت ممثلي اتكتلت انا ويا نال وكل اسمع هسه بحط عليك بلوك قلت له يلا عاد وكملت معه خلص ماشي بعدين كل طاقه كملت انت استنى شوي شريهان شو صار لها شريهان مولعة بنا لما تجي غوشك بيجي غوشك عادي خلاص قولوا لها فهمها انه فيش اشي قولوا لها مخلا هبل هضرة ليه هاد جيبيها لا انا زي ما توقعت انه مقلب يعني هي حاجه اقول لك شغله انا بالصدفه يا زلمه انت بتعرف تعمل المقلب هيك طب اسمعني ما تكونش ريهان وما حد يجي يصحج يا الربع ما حد يجي يصحج يلا حبايبي خلصت المشكله يلا طلعوا من الام بس
تسحجوش على الهبل. بعر البث كله اسا. اقسم بالله الواحد يفتح بث يريح. رح تتبنى تحيت امي رح تتبنى. تيجي واحد بيجي بقول لك يا زلمة القم. يا نال يا نال ده فهمك. هي عملت مقلب حتى في يعني. انا عن جد يعني انا فوت بالصدفة. شفتي يا خالتة؟ هسا انا قلت خلاص. حتى هو ما بيعرف اني انا مسوي مقلب. انا فايت اسوي فيه مقلب رح كمل معي. انا كملت عادي. استنى 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 شريهان اجت. قولوا لها مقلب انه انت عملتي فيها اول شيء سالي. والله مقلب والله. هي عملت وفيت. انا فتت بالصدفه. هي عامله 100 من المقلب. يعني انا الحمد لله بغلطش على اي بنت. عاطل دغلط على سالي. انت مجنونه يعني. اقسم بالله يا سالي وحياه امي اقسم كرفاني خلقه جاي تكلبي علي ام الموازين وانت الثاني جاي تتفلسف كمان زيك زيها. خلاص فيات القران انت تكلين دم والمصحف اتكل من دمك والله ما خلق. يا نال زعيم يا نال. والله راحت راحت راحت. انا مش معك انا مش معك انا مش معك. هاي هي سوتها فيي هاي ترى. طب ماشي والله. طب ماشي 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 اوكي. زعلت انا مالي شو زعلت. انا مشيت سالي بديش على ذكي ولا لا انت بس مقلب. هي عشان هي تزبط. هي عابي مقلب وجاب كانت احمد وشغالين بتتصلي. بتتصليش شكلها. بتتصل على الانستا. فوت 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 طر. قلت شوفي يا الله وين اتبعت احمد فهم. نعم يا نال. ما استوعب. انا مش مستوعب انه كيف. لا يا نال انا بدي اقول لك شيء. صار قدامي بالنهايه. انت اسمع حكيتش لان انا كاتلك. انا طبعا مش هيك يعني. الناس اللي فاتت انا بمزح طبعا. بس بدي تيجي بشكل عام يا نال. تردش تفصلني قاعدة. حق عليك يا سالي. أنا مالي والله. أنا سويت فيه مقلب. هاي كمان عادي عادي. أنا اليوم صرت ماكل مقلبين حاس حالي غبي غبي. هاي عن جد حقيقة. هاي لا لا أبو يوفا لسه عمل فيه مقلب. استنى شوي وينها. طب خلنا بعث لها. أنا ولك مسكر القستات. ما عملت لهاش الشيء. أنا طيب ليش انت تقول احمد بالذات مثلا؟ مش عارفة خلاص. انت الوحيد ليش تعراسي بس عامل حالة ذكية وانا وها ما فهمتش. والله عامل طيب والله شكلها بتمقلبنا هي كمان. انا ما كنت اصدق حدا وحياة امي. هسا امي اذا بترن علي ما راح اصدق. لا ام لا الام الى الام. الى الام. لا لا خلهم قلنا الام. لا الزوطش مش اكتر. وطي وطي صوتها. ما بحبش اسمع عياط. يا نال اسمع. انت بحط عليك ابنك. يعني انا ما اذا ما خلص ما يا ربنا خلص سكر على السر. اخوان شو اخباركم؟ تطمنوا عنكم. شريهان بطيه. وين هاي بعثت لها؟ ما قبلت. لا مالك تقبلني شريهان. شريهان تقبلني صح ولا لا يا شريهان؟ عملت لك ايش يا شريهان؟ والله شو 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 لا تبلع عميوت. يلا ايه تعال تعال لا تبلع عميوت شريهان. هل تسمع صوت حدا فيك؟ ايش بدك انت؟ انا صاحبي معك. انا صاحبك انت اكثر. بس انا صاحبتها ما عشان مستمد حق عليك. تبسو تبسو الله يا ريهان. والله طولت دموع لحد ما تنزل. كيفك شو اخبارك؟ ايش هاي لعن مني انا تمام. حطيت الميوت ولا
شاء الله. شو يعني مال ينال؟ انطمن انت ما خصتك. انطمن انطمن والله يا ينال وقف معها للأمانة. بقول لي ليش هيك وهذا؟ انا بحط هسه عليك لا يا يعني انا بقول لك انه انت بتقول لي شو بدك تعمل؟ بقول لك ما بقدر اعمل لك شيء لايف طالعين. يعني شو بدي اعمل لك؟ اصفر ايها الاصفر اللعين والله انك خبيث خبيث. والله يعني مشيت قلت عشان سالي حسيت متعوب عليه انهم نص ساعه بيستنوني قلت والله تعبان علي لازم امشي معها. حق التعب انت كيف انت انا بكملت معي ولو مستحيل ما غلطتش عليك يعني شو انا كنت احلام نايم كلهم خبث اكيد اكيد راح يستوعب معك. ريهان نعم كيفك شو اخباري؟ والله تمام انا بحكي مع صديقتي شريهان ما حداش يحكي معنا. شو اخبارك يا شريهان؟ ممكن تنضم انت بحكي معها انا؟ انا بحكي مع شريهان. شريهان انت امورك بخير؟ يعني الحمد لله. شوفي شفتي الواحد بيكتشف اصحابه بالمقالب سبحان الله. ابلع انت من الاثنين مثل انت الثاني مفكر حالك صاحب؟ شوف ورد فلسطين الله يسعدك والله. تشبيس ورد نعم علامات تيك توك ورد 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 قلبي يا زين بجاني قلبي قلبي بجاني الله لحكم السوس حكم اقسم بالله اكثر واحد يتفزن السوس هذا بيعرف يمثل طلع شباب على الدبل والله راجل محترم يا عيني دي فنان عن جد شيخان عامل لي ميوت شباب الدبل ما بالدبل ما بعنده عندي نال حطوا خاوة مش قادر اسمع صوتك مش طايق بس شوي بس شوي شيل الميوت شيل الميوت يا نهار اسمع ولي شريهان بتقول لك سالي ما تشيل الميوت شيل الميوت شيل الميوت شيل الميوت هاي عامليك الميوت اصفار دبل كايش دبل نعم تنفوز يا زلمه هذا منفوز يا زلمه ما في عندي ملاعب ما شاء الله بطلنا ما بدي بحبهم يا زلمه جاهز تمثل ممثل ممثل قهرني وحياه المصحف انا بمشكله بس انا كنت بقدرش اشوف البني ادمين هذول ساعتين بديش اقدر اشوف وجهي هنا ساعتين ساعتين مدعيسه طايقتك انت وهي اسكت اسكت بحط عليك ميوت يعني شو ما بتحكي مش سامعتك لقيتنا بالمره من فلسطين والله الله يسلمك لا بس شريهان اكيد انا اكيد انا بس والله حيك حي يا شريهان مين يتسلم عليك اسمع هسه هي بتحكم لا يا زلمه شفتي شريهان شو يا صديقتي انا بالله انا عملت لك شيء والله ينال اسمع كنش نغشك كذا عشان ما تقولش اسا انت مش ميوت بلوك عملت لك شيء يخرب بيتك شو عامل لك مستفز الله يسامحك روحي ربي من فوق يسامحك روحي تلقيها بتعرف بمين بابن ابن ابنك لما تصيري ست الله عليك يا عرة يلا انقلع انا بيوت بيوت يخرب بيتك ان شاء الله بيجيكي ابن 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 بنت بنت واحدة يجيكي ويقول انا ستي ما بحبها ويكون عندك ذهبات ويسرقهم ابن بنت لبنتك سالي أه؟ حط عليك كتاب عادي 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 والله بتنحل بتصير 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 في حدا يتدخل تستاهل تستاهل عشان تعلم تعمل فيه مقلب من يوم طالع تستاهل انا بفرجيك واحده بوحده يا ريت ظبط المقلب اللي عملته فيكي إيه احمد والله العظيم اني كنت مصدقه احمد زد قفازك وبلش حدا يتدخل عادي او احنا كلياتنا ايد واحده يا ناس انا كنت بدي اعمل مقلب اكثر فيكي بس انت اما قطر مش شاطر غير علي بقول لي فوت اجاوب يا ناس خليه يدعمني 100,000 اليوم اذا مستحق كله كله كلك هي جحفل اذا مستحق كله انا بقول له جحفل عند احمد يا اليوم جحفل ب 50,000 والله العظيم صافي هذول بتخسر تفوز بس استحيتها يا عمي استحيت يا عمي والله صرت استحي استحي يعني بلا مؤاخذه فاهم القصه يلا اول حكم خجل الاشي والله اول حكم اليوم اذا جولي 50,000 جحفل مين اللي رح يجحفل مين اللي جحفل خلصت الجوله وانت بتقولي مين اللي جحفل جولتين 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 طبعا فكر اطول جريهان ولا ما يهمك اسيل انا ما بنسى حط عليهم ميوت حط عليهم ميوت اثنين ينال
بحكي لك إشي قلت عليهم والله يعني ما شاء الله هذا يعني كتر الله يعطيه ويزيده اليوم فاهم اسمع الدبل يا جماعة ورد سالي بهاي اللي حضرتك انا مرة والله انا اسمي بتعمل اي مكلب بس مكلب اني ابعر حدا يا ببعر انا اسمي انا لساني فالت فاهمة فانا انا لما تعصبن جد بتضايق فاهمة بتضايق يعني بعد بحس حالي مش معي بتضحكي اوكي صوتيني بس اقسم بالله بتعصبن جد بنمكت خلص مرة ثانية هعمل فيكي مقلب ثاني بعرته يعني الشاب والله ما عمل إيش وبعرته لو عمل إيش يعني كان بعرته بزيادة المشكلة هو كمل معي في المقلب هو ما بيعرف فيه ورد ورد إنساني أنا ما إنساك يا حبيبي تعب قلبي تعب يا حبيبي تعبان قلبي تعبان العمي الأصفر ميوت بدي أخذ أنت يخطف آه لا لا الغلط الغلط آه يا نال أنا عشان سيدك انا ترحم نحط على الكل ميوت الا لك صدق ترحم اللهم الله يسعدك تعيش تعيش ايامك وافراحك تسلم الله حبيب تسلم ماشي كيف تنساني انا ما انساك تهجر سكر المال ياكل مال اليتيم ما بعدها جوله ايه انا مش اكله اصلا انت ما كان مال اليتيم ولا انت كيف مش اي روحي قل لي عايزك تضلك كيت منتبه للجوله زي اللي حدا بده يحفل ليش شو حكيتي سالي بحكي بكل سكر المحل ولا طبعا ضيف يلا تم عايز نشوف يا الله سالي معكيش كفاز لا يا حبيبي تا وش بتسوي على التيك توك والله العظيم ما عندي مستوى احمد لازم نغير السياق فيك محبتر قلت لك الجمعه قصدي مش الجمعه السبت تفتحي بدري بس بزعلش اي ساعة؟ هذا الموقع احمد ايش؟ راح بيني وبينك مين يكون فاتح على 7 الصبح سالي؟ كلهم بكونوا فاتحين احلى وقت احمد عيسى والله الا ناس والله بجد اوكي طب شو رايك؟ جد؟ احمد عيسى ست قفاز على 30 على 15 السبت على 7 الصبح يعني اظن صحي على 7 الصبح لقى له كلوب طب لكن بفتح لنا على العصر ساعة ونجي نفتح على 7 الصبح انا ما بنسى اوكي في الاول ما فيش حدا بالليل والله الشتاء بنرجع نفتح بالليل اسمع بس الشتاء بنفتح بالليل بكون كلهم صاحيين اوكي يلي صلحتين اه ما شفتوا انا طلعت الخاين انا مالي خذي ميوت خليكم الله شو هنا ايه بقول يعني انت مجازيا طلعت الصاقط طبعا يا زلمه مش صاقط ولا منيح يا زلمه انا همني لا لا بلا بلا ما فيش حدا بالليل لانه والله يلا تن وين عندي بالليل نجرب يعني عجبنا الوضع ما عجبناش نرجع بالليل عادي اللي عندي وين قفاز قفاز اذا في عندكم اصدقائي في قفاز في ولا فيش شباب الجولة ها نجيب سكر حكم تشبيس يا اخوان بكره الليل بخزي الليل لا اليوم لحظة بدري لانه لازم اعدل نومتي لانه عندي مشوار بعد بكره ضروري يا نال اه يا احمد ايه قفاز يا ربع انتبهوا القفاز يا ربع انتبهوا الجحفل رح يجحفل والله رح يجحفل قفاز اذا حدا معني في قفاز قفاز هاي كل شيء بخمسه هيك نغلب يعني اجواء شو بدك رح يجحفلوا
إذا معنيين إذا بتحبوا. أنت ما عندهم. ولك حال. ما عندهم. يلا بنعيك لك الأسفراس. ولك يسعد دين أسودك. ولك يسعد دينك. ولك شو هذا؟ خياي. يا عمي خياي 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 هيك احكام عليهم خياي خياي خير احكام في عينك ان شاء الله ليه العلم لو سمحتوا العلم العلم العبوا طناخه يا العلم يا صلاتك النبي العلم 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 سالي سالي شايف عندك ولك حي اسودك اسد اللي بس شايف ولك يسعد يا ربع هي جو تكبيس 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 يا نعم وش تعمل ندعي خير يا احمد شو والله وظواهر هذا خلص كل عميوت هسه لازم نعمل اطلع شكرا وانا خلص هاي الجو اللي بسكت شي كتير 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 شي ممل صار ضاع ايش تعمل العامل بالكرسي حبيبي تشبيس تشبيس العلم علم كثر اسمع زيحة شوف كلها مغار منك يا صحبيتي ميكس ومين ميكس غير ايش يعني هذا حكم حكمتي طب امسح اسم ميكس غير خرب على اسمي شنو أسوي؟ اسمي خلاص امحيهم كلهم مع اسمي وبرجع بغلبك وبحكمك بك نفس الحكم شو رأيك؟ والله شكرا رح امسحهم كلهم أصلاً 17 ورد يا ربع عندي وعند سالي ورد ورد سالي رجل أمي الجولة جايز ورد يا روحي ورد فقدت الشغف حاسة اليوم فش مستوى بالمرة جايز ورد 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 شاب ورد جايز ورد 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 ربع ورد جايز ورد 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 جايز انزل عن شريان زدت ورد انزل واطلع اطلع جايز ورد 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 يختبي لي الصوت الزمور هاد ما بحكي لك فقدت الشغف بطلعش الصوت انا فقدت الشغف حبيبتي ويا انت بس فقدت الشغف احنا فقدت اساسا هم ما فتحوا الدبل اساسا ما فتحوا انت فوز الجولة هاي فوز الجولة هاي خلينا ننهي هاي إلي أكيد أغلب خلاص من العا يعني ضل ألعب وهي تتخيل خلاص بالعسى مجنون والله أصفر أقسم بالله سبحان من زرع فيك القبول والصفار الله يسعد قلبك حبيت القبول بس الثاني ليش يعني مين زرعه برضه مين زرع الصفار الله يعني مش أنت سبحان الله اسمع بعد اسد اسد ثاني ينال مش غلط خيال اسد ثاني خلاص والله لا يزبط ما حاس حالي يا زلمه اطلبوا كتك الحمد لله ما بطلب له يسعد مساك كيف حالك اخوي ممكن اسمعوا من زيت قفاز جماعه هني حابين اسد انت شو حابين رمالك موات اكل من 100 ما حدا يزيد اسد ليش مش حاجه للوقت ليش الوقت ينال شو حابين رمالك أنا؟ ها؟ تسمع هاي؟ قطة من برساية؟ سألنا الجو لنا يا أخو أنا بحب القلعة أكثر هدية القلعة؟ أنا الأسد الحمد لله طب حدا يرمي كلب يا الربع؟ دي شبل نفس الشبل يضوي عندي شو ضل عندي يضوين؟ بي الشبل لو يضوي حلو الشبل ايش الشبل ابن الاسد شو اسمه يعني ابن الاسد شو اسمه سالي هذا حديقه حيوانات ايرال والله بحبهم شو عمل احنا بنحب بعض اللي عندي فاهم محبه اخويه خالصه الحمد لله انا حبك صعب لاخر ثاني شو عرفت عرفت لما حدا كاتب لي ثلاث دقائق والقصف ببلش يسعد مساكم ليه على ثلاثة مبلشين؟ اخ يلا خلينا حبايب الله نأمن حياتنا قبل لها جولة نهائية قبل نموت على ثلاثة مبلشين؟ زيدوا على الثاني على الثاني انتبه ما هو يمكن مش شو اسمه صح هاي فاطمة ما نعيشك مش زيك يعني مو فاهم يمكن يعلق خلص الربع هاي الجولة رح نسكر انا كمان خلاص يا
صار لي يومين فيش مستوى ولا في شيء. لازم نغير الساعه. احمد احمد عيسى بظبط تزيد كفو وقتك تزيده على الثانيه. مبروك البي ام دبليو. مين اللي فهمك انه جبت بي ام دبليو انت يعني من راسك الشبله؟ يا سيالي بتحسها متعصبني. اه زيد زيدوا على الثانيه. حكي حفله الربع. اذا لا انتبهوا حبايبي انتبهوا. انا تعبان بده زيد زيد الوقت زيد وقت وقت وقت. طلع 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 ما اذن خلعه بالجحفل انا شو بكرههم. هاي 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 خياي يسعد دين لعبك بحب لعبك يا زلمه فنان. كوني الربع خلص عمي فنان فنان. يلا شو كلهم كلهم زيد وقت مخ. يلا جايز نشوفكم على خير. باي باي. وين؟ باي باي. وين؟ خلص حصانة. حصانة إليك. هنطلع السكر شو عمل بفلوسي. لازم أشوف له حل. شو الحل يا جماعة مع البستة اللي بتكون زي هيك جد؟ إذا حد بيعرف يقول لي إنه على طول أي ما ينمسك على إشي. اسمعي. نسكر نروح نفتح قرآن. في حدا صايبنا بالعين. والله يا لازم ايش نكسر العين ونصير نفتح نعمل سبرايز للناس نفتح بكير. اوكي من السبت منبلش. السبت منبلش. سبت يعني وين السبت؟ بكرة شو؟ بكرة حبيبتي بكرة احنا هلا صرنا بالخميس يعني بعد بكرة الجمعة. اوكي ايش قد حلو انت. تعال كل كل خرا تعال كل كل حذر. بصراحة بستاهل لأنه زنخ أصلا ما حبيته. كثير زنخ كثير زنخ كل دم وفكر حاله إنه فيلسوف. يلا يلا لك يلا صح بستاهل. ما أتكل دمك. جربت ترشي ملح؟ إيه؟ جربت ترشي ملح على البال؟ لا انت عملتيها؟ والله جربتها اقسم بالله انها بتجنن. جربي. طب شو استفدتي؟ حلوه يعني تريح البستك. شو خص حلو مش حلوه؟ حلوه هيك بتحسي بعدين بصير عندك مستوى. تحسي بفك الحسد بس تتي ملح هيك يعني. طب اسمعي انا وياك بنجيب ملح تنتين اسا قبل ما نسكر. طيب بنجيب ملح اسا. جيبيش 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 حدا جيبيش رابع عشان بدي اسكر انا. اسمعي وانا كمان جيبي ملح وانا بجيب ملح تمام. ايش تعالي انا باخذك على المطبخ رش ملح لانه اصلا بزبط هناك بس بالمطبخ غير بالمطبخ. اسمعي من رش ومنفوت جوله بنشوف مين من انا وملح فيه مقري عليه. استني اجذب. شو رايك انساني انا بجيب ملح. يا حبيبي تعالى. طب جاهزين الرش ملح؟ انا ما بدي عمري بلا. بتستخدم هذا الملح؟ لا هذا سكر شفتوه من حظي. اه والله يا مارك سمي بالله يدع سمي بالله يا رب. اسمعي بظبط ملح انجليزي اقوى؟ يا حبيبتي اي ملح ان شاء الله المهم ملح. اسمعي عندي ملح انجليزي بزبط. استني شوي استني. طب استني سمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان كان سحرا فابطل. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع اخرج 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 اخرج. ركيت اتكل نوع ملح انجليزي يا الربع من الاخر. يلا نجرب حظنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تكبيس يا الربع تكبيس تكبيس. ابو تيمن طف شاف تكبيس 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 بس تكبيس. شو؟
تالي تحكي من بكره هذا المرح تسيع على التليفون بعكس المفعول بروح بقطع لك رزقتك على الاخر. والله شكله صعد عندي الضغط. شاي استخدم فرشاه بالناش ياها هيدا يا مش حاسه السماعة بالملح. اسمعي كان استعملتي ملح انجليزي بلكي مفعوله اقوى. يما ولا ما وقعت على الارض على الكويس على الكيس يما على الكيس. انا مش شرشوحه على فكره اوكي من فكرتي مش شرشوحه فاهمه. في واحدة قالت لي اسمعي في واحدة قالت لي فوتن الجن فينا من محل من شو ده ماشي كاتبة؟ فوت الجن فينا من الملح تبعكم. واحد كاتب لي انسهل اللايف من الملح تبعكم. شايفة؟ والله في عنا عيش الرجل 80 نقطة. جايز قلب 80 نقطة 80 نقطة كلب 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 أي إشي يا الربع. كنت يا محمد طنيب عليك يا زلمة منحس خلكة شباب كلب قتيبة يا قتيبة شباب كلب 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 هاي أول نتيجة فاهمة؟ تفضل إيش يا زلمتي والله شكرا إيش يا زلمتي شباب كلب إيش يا زلمتي جايز دبل. طيب اسمع يلا جاهزين؟ بلعنا شكل الملح اللي عندها اجمد من اللي عندي. ايش يا زلمتي والله شكرا شران ما ايش كيف المفعول عندك فتح الدبل ولا لا؟ لا والله ما فتحش غير انا حكيت لك لا تحط ملح انجليزي كان حطيت ملح عادي زمان ملح ملح غاد يعني استصعبت صراحة اطوله. خلص الله كاتب لنا هيك شلون نعمل حظنا وعارفين تنساني انا ما بنساك. سالي يعني ليش زعلان ان شاء الله ماله سالي وانت اغنيتك سالش زين على متسالش هلا عنها بنزل بس يجي وقتها عشان والله مو مبين والله بس قريب والله هو قريب بس والله مو مبين بس عشان بس اشي بسيط تاخر عرفتي بس هذا مش بس عندكم يعني هي دائما يوم يومين هيك راح تكون ضلت تنطل فيه مش بس فيكم. سالي عالصدام وين لك شيئا بس شوف ايش مالهم في الكومنتات ليش جايز عشو شوفي مالك اوكي تمام تكبيسكم والله انا ويسالي كرفنا اي الفترة كرفنا يعني هي بتنفخ من القرف وانا بنفخ من القرف والله يا مينا التكبيس اذا ما ماشي حبتك يا ربعي الجولة سكور 2000 الصدام اسمعي انا لازم اساوي في اللي قلت لك عنه ها ايش بدك تعملي انت هلا ماشي الحمد لله شو اخبارك انت والله تمام نشوف اسمعي سهلي اجتني فكره اسمعي تخطرش على الشطا سمعتيني على الصدام شو الفكره طيب بعدين بحكي لك اياها اوكي هاي لما تجي على لحظه ادراك متاخر شريان انا على اللايف المشكله انا لساني فلت فاهمه اخر فتره يلا خلص ثاني اسمعي لا عندي ظابط ولا عندك ظابط احنا بلا مستوى والملح بينفعش خربان ومسوس حلي عني روح اسحب ام اللايف يلا باي باي تنساني انا ما بنساك تهجرني وانا بدي اياك
يا حبيبي تعال قلبي تعال.